ومعنا هاتفيا من اسطنبول الباحث والكاتب الليبي نزار قرقيش. مرحبا بك استاذ نزار. اذا مع تازم القضيه الليبيه والتدخل الفرنسي الايطالي، هل تعتقد ان جهود المبعوث الاممي الى ليبيا غسان سلامه ستتحول الى حل للصراع بين فرنسا وايطاليا؟ جواب عن امكانيه الحل في اطار خطه غسان سلامه، ويعتمد على القدرة على تطبيق هذه الخطة. تسمعني؟ نعم نسمعك، تفضل سيد نزار. نعم، يعني يعتمد على القدرة على تطبيق هذه الخطة ومدى تجاوب الأطراف المختلفة للمؤتمر الجامع الذي دعا إليه، وكذلك الرغبة في وصول لحل لهذه الأزمة الليبية. لكن في إطار وجود هذه الصراعات الإقليمية والدولية ووجود يعني في انقسام مؤسسي وانقسام سياسي في ليبيا، أظن أن الحلول كلها يعني مسارها غير واضح، لأن أغلب المؤثرات في هذا المشهد الليبي هي مؤشرات خارجة عن الإطار المعروض على الشعب الليبي والمعروض على السياسيين الليبيين. إذن في مجموعة عوامل غير منظورة وعوامل تمثل مصالح متناقضة، وكل فاعل في المشهد الدولي والمشهد الإقليمي له استراتيجية مختلفة. هنا ندخل فيما يعرف بالحرب الغير متماثلة، أن الكل يتعامل في الأزمة الليبية باستراتيجية مختلفة. فرنسا لها مصالح في الجنوب الليبي، إيطاليا لها مصالح في الغرب الليبي، مصر لها رغبة في أن تلعب دور أكبر في ليبيا، هناك تناقض بين تشاد والسودان لأن هناك معارضين سودانيين في ليبيا ومعارضين تشاديين في ليبيا، وهؤلاء المعارضون يريدون أن يجعلوا ليبيا يعني منطلق لمعارضتهم، وكذلك الأطراف الليبية المتصارعة تريد أن تستفيد من هذا هؤلاء المقاتلين في حربهم ضد بعضهم البعض. يعني هل بالفعل فرنسا لا ترغب في تهدئة في ليبيا كما يقول وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني؟ يعني هي يعني لا يمكن القول أن لا تريد الاستقرار، ولكن هي الاستقرار هذه كلمة يعني مرنة يستخدمها فرنسا ترى الاستقرار في نصرة بعض الأطراف الأزمة الليبية، إيطاليا ترى بأن وجود حل معين يضمن مصالحها هو الاستقرار في ليبيا. فالإشكال كبير جدا، لكن ما تعنيه الحكومة الإيطالية بأن نشوب صراع في الجنوب الليبي يعني إشكالية الهجرة حتزداد، وبالتالي يزداد الضغط على الاقتصاد الإيطالي، وهذا ما يشكل يعني حالة من عدم التوازن والتناقض داخل الاتحاد الأوروبي. نعلم أن الاتحاد الأوروبي يعني القوة الأساسية فيه هي ألمانيا وفرنسا، وإيطاليا مهددة بهذه الهجرة، فبالتالي ترفض أي صراع في الجنوب. ويبدو أن الحكومة الإيطالية تتهم فرنسا بالتصعيد في الجنوب، لأن حليفها قائد قوة عمليه السلام وخليفة حفتر هو من بدأ الآن يتحرك في الجنوب، ونعلم أن حركة أي حراك عسكري في الجنوب سيثير ردود فعل متناقضة من جميع الأطراف المعقل. يعني أطراف كثيرة جدا موجودة الآن في الجنوب، فأي صراع فيها سيكون غير متوقع النتائج، وهذا سيحدث حالة من عدم الاستقرار، وأظن هذا ما يقصده الحكومة الإيطالية. إذن وسط هذه التجاذبات والصراع الدولي، هل تعتقد أن دعوة المبعوث الأممي إلى عقد مؤتمر وطني جامع تمهيدا للانتخابات ستلقى قبولا من القوى الفاعلة في ليبيا؟ والله هو في شيء يعني الآن أغلب التوجهات وأغلب الأطراف السياسية تعد لهذا المؤتمر، لا أحد يقول أن هي لا تهتم به، بالعكس يعني بعض أنصار النظام السابق حاولوا عقد مؤتمر موازي، ولكن الكل يحضر له، خاصة أن هذا المؤتمر يعني يبدو أنه هو وضع ضمن خطة غسان السلامة التي صادق عليها مجلس الأمن، فالكل يدرك مدى قانونية هذا المؤتمر، خاصة أن هي تحت البند السابع، وأن أغلب المرحلة الانتقالية هي قرة في مجلس الأمن، فبالتالي هذا المؤتمر سيكون لمخرجاته قوة، وإن لم تكن بالمستوى القانوني ولكن ستكون لها قوة سياسية. نعم سيد نزار. اتفاق سياسي أو الإعلان الدستوري، لأن الكل لم يأخذ الصيغة القانونية الحقيقية، كل هذه الإجراءات يعني كل هذه الوثائق الموجودة الآن هي وثائق نشأت بعد الثورة وليس لها قوة قانونية، فأظن أن حتى المؤتمر الجامع سيكون بقوة هذه الوثائق. شكرا جزيلا لك من اسطنبول، هاتفيا باحث والكاتب الليبي سيد نزار قرقيش.